صباح الخير نوري، سعد صباحك. صباح الخير، كيفك انت؟ تمام رواء. اليوم بلش المرتفع، انعكس على نفسي دغري من اول الساعه، من اول ما سمعنا بالخبر وبلشنا هيك نحس انه استعدوا اليوم في مرتفع جوي. اكيد، بس بنطلب يمكن من كل اللي عم يتابعونا او يشاهدونا فعليا ياخذوا حذرهم من ارتفاع درجات الحراره الكبير. يعني شفنا كثير من التنبيهات بخصوص ارتفاع درجات الحراره قديش بتاثر على الجسم، وخصوص كمان بعض القصص الموجوده ممكن تكون معك بالشنطه او بالسياره لانه في درجات جدا عاليه والاطفال بالذات نوري. يمكن لانه الاطفال ما بيحسوا بارتفاع درجات الحراره فبيقعدوا ساعات طويله. صحيح. ويمكن بالذروه كمان تحت اشعه الشمس، وهذا المرتفع مو بس جاي على سوريا، يعني جاي على منطقه كبيره من الوطن. صحيح. العربيه، بلاد الشام، مصر وغيرها من الدول اللي رح تتعرض. يمكن بعض القنوات سمته مرتفع جهنم، يعني من كثر ما انه حيكون. صحيح. قوي. يمكن بالجزائر من يومين سجلوا 50 درجة أو 55 حسب ما قرأت على بعض المواقع درجة حرارة. عم يقلي بيضة حتى تماماً، عم يقلي بيضة على السيارة، عم يرجي درجة الحرارة قديش عالية. فبنتمنى من الكل فعلياً ياخذ حذره، والسلامة يا رب للكل. رحلتنا الصباحية بلشت اليوم فيها محطات عديدة من دمشق والمحافظات السورية، أكيد لهم حصة برحلتنا. لكن كالعادة نتمنى مع بداية كل نهار يحملكم نهار خير والبركة وراحة البال والرزق الكتير والانفراج لكل الناس يا رب. أكيد نور، ومثل العادة رح نكون بجولة من المواضيع المتنوعة يلي بتكون ضمن صباحاتنا مع الضيوف الاختصاصيين بين عالم الديكور وعالم المجتمع والصحة. رح نفصل اليوم مواضيعنا ولكن بعد ما نبدأ معكم بغنية صغيرة. أما هلأ سلمى خلينا نتعرف على معلومات ممكن عم نتعرف عليها لأول مرة وممكن تكون مرقت بحياتنا اليومية، خلونا نتابع. هل تعلم أن في علم النفس اللون الأزرق يجعلك تشعر بالراحة والبهجة؟ لذلك مجرد النظر إلى السماء الصافية أو البحر أو أي واجهة زرقاء لمدة من الزمن قد تتغير نفسيتك للأفضل فوراً. فالأزرق فيزيولوجياً يعطي إحساساً بالسعة والفضاء، وهو من الألوان المريحة للنظر والأعصاب. وهل تعلم أن بعض الناس في تركيبتهم الجينية يحبون الليل أكثر من النهار، وذلك لأنهم لا يجدون الراحة ولا يتأقلمون جيداً إلا في البيئة الهادئة والصامتة والخالية من البشر؟ وهل تعلم أن النساء اللواتي يتسوقن كثيراً يعشن لفترة أطول من غيرهن بخمس سنوات تقريباً، إذ يصنف التسوق سيكولوجياً كشكل من أشكال العلاج الذي يطيل العمر الافتراضي للإنسان؟ وهل تعلم أن الضحكة القوية التي تنبع من الداخل وتجعلك غير قادر على الكلام هي مفيدة جداً للدماغ، إذ تحميه من التلف وتعمل على تقوية المناعة بشكل أكثر من المعتاد؟ وهذه الضحكة تساهم في جعل الإنسان يظهر أصغر عمراً على المدى البعيد. ما هلا نور رح نروح كمان، يعني كل يوم بنحاول نطلعكم على بعض انواع المواد المفيده الموجوده طبعا ضمن الاغذيه، ومنها الدراء وهو من الفواكه الصيفيه المميزه، بتتميز على فيتامين سي وفيتامين اي، وهو يعتبر مرطب ومفيد للجسم كله وللشعر ايضا. فوائد اخرى رح نتعرف عليها بالتقرير التالي. الدراق. ينتمي الدراق الى الفواكه ذات النواه الحجريه، اصلها شمال غرب الصين، تعد مصدر غني للألياف ومجموعة من المغذيات المفيدة جداً لصحة الجسم والبشرة. فوائد الدراق. فوائد الدراق للجمال والصحة. وفقاً لدراسة أجرتها جامعة في تكساس، تبين أن الفواكه ذات النواة الحجرية كالكرز، التمر، الخوخ والدراق لها فوائد عديدة تعود على الصحة، منها الوقاية من السمنة ومجموعة أمراض متلازمة الأيض كالسكري وأمراض القلب. وتبين الدراسة بأن الفواكه ذات النواة الحجرية تحتوي على مجموعة من المواد النشيطة التي تعمل كمضادات للأكسدة قوية في محاربة الالتهابات، السمنة، ارتفاع الكوليسترول، الدهنيات، أمراض القلب والشرايين. الدراق في مكافحة السرطان. يعتبر الدراق مصدر عالي للفيتامين سي الذي عند تناوله بكميات كافية يساهم في مكافحة الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى تلف الخلايا والحمض النووي،
وبالتالي مكافحة السرطان وتشكل الأورام. الدراق والسكري. أظهرت دراسات أن مرضى السكري من النوع الأول الذين يستهلكون الأطعمة الغنية بالألياف كالدراق لديهم مستويات أقل من السكر في الدم، بينما كان يظهر مرضى السكري من النوع الثاني تحسن في نسبة السكر في الدم والدهون ومستويات الأنسولين. صحة العيون. تناول الفواكه كالدراق الغنية بمضادات الأكسدة الهامة كالفيتامين A والفيتامين C يعتبر مفيد جداً في مكافحة المشاكل المرتبطة بصحة العيون، فهو يقلل من خطر مشكلة الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في السن. أخيراً صحة القلب والشرايين. محتوى الدراق المميز بمجموعة من المغذيات قد يجعل له دور كبير في الحفاظ على صحة القلب والشرايين عند تناوله بانتظام، فهو مصدر للألياف الغذائية التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول والدهون في الدم، وتعزز صحة القلب والشرايين، وتقي من خطر الجلطات والسكتات الدماغية. أما هلأ بننتقل لمحطتنا الأولى لليوم مشاهدينا مع عالم الديكور والتصميم الداخلي للمنزل، ونعرف يمكن المواد الأكثر شيوعاً سلمى اليوم هي الجرانيت والسيراميك، يمكن من أساسيات البيوت اليوم، والناس نوعاً ما بتروح للسيراميك لأنه فعلياً أقل تكلفة بالنسبة لهم، وفي مشكلة دائماً بيعانوا منها كل الناس خصوصاً بفترة الشتاء هي الرطوبة الداخلية. صحيح نور، ويمكن اليوم رح نتعرف أكثر شو مفيد من هي المواد، ويمكن أي حدا بيسكن ببيت بيحاول يدور على مواد تكون تساعده بالمشاكل الموجودة بالبيت سواء الرطوبة أو غيرها من المشاكل ممكن تظهر. لهيك في مواد معينة تستخدم بالمنازل لهي المشاكل، رح نتعرف عليها إيمت تستخدم إيمت لا، شو المحاذير وشو أيضا اللي بتعطي جمالية وبتواكب الديكورات اللي متغيرة. نحن بنعرف كل مثلا كم سنة بيطلع نظام جديد بالديكور، لهيك رح نتعرف على كل هاي المعلومات والإجابات مع ضيفتنا بالاستوديو المهندسة نور عيسى، وهي مهندسة ديكور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. كيفك نور؟ يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نحكي نعرف شو هو السيراميك والجرانيت، يعني هي مواد أساسية وشو الفرق بيناتهم ومزاياهم. نحن بنعرف كل واحدة إلى تكلفة، يعني مادية بنعرف السيراميك هو أقل تكلفة، بس فعليا كل مادة إلى ميزة من المزايا للبيت. هلا في عنا نحن مثل ما حكيتي عنا نوعين، هو السيراميك والجرانيت. السيراميك كثير له انواع والجرانيت كمان له انواع مختلفه. الجرانيت هو بيكون هلا صار في عنا نوعين له، كان في عنا الجرانيت الطبيعي اللي هن بيكتشفوه بقلب الجبال وبيستخلصوه بيعالجوه بيحطوه بالمعامل ضمن طبقات ومواد مختلفه لحتى نحن نحصل على النتيجه النهائيه. صار في عنا هلا كمان الجرانيت الصناعي كمان صار موجود، واكيد في عنا السيراميك. السيراميك هو بالاساس صناعي، هو عباره عن طبقات بتنطبخ واخر شيء بتطلع عنا هي الطبقه الرفيعه. بيختلفوا بين بعض من ناحيه السماكه، من ناحيه التكلفه، من ناحيه الجوده، من ناحيه التاثر بالمواد، يعني على حسب كل نوع له هو الخصائص تبعيته. طيب بما أنه حكيتي عن الجرانيت والسيراميك، خلينا نقول شو هو أو شو هي المساحة اللي بنعتمد فيها. نعرف نحن كمان مساحة المكان بتأثر على اختيار النوعية، يعني أنا بدي أحط هون سيراميك ولا جرانيت، شو السبب ليش هون بستخدمه هون ما بستخدمه، ممكن تعرفينا على هاي التفاصيل. هلا اهم نقطة نحن ننتبه عليها اللي هي المطبخ، ترس المطبخ حسنا لازم يكون جرانيت، لأنه أول شيء نحن ما فينا نحط سيراميك، يعني اولا ممكن يجرح لانه الزوايا تبعيته حد ما، ممكن نعمل مثل الجرانيت هيك انه تبرديه او تماما هي اللفه الصغيره اللي بتكون اساسيه ما بتاثر بالمواد. يعني دائما نحن عندنا ترس المطبخ هو حسنا جرانيت ما فينا نبدله، في انواع اكيد ثانيه ممكن نختار مرمر قصص ثانيه، بس انه المهم ما يكون هو سيراميك. الارضيات فينا نحن عندنا الحريه، فينا نختار الجرانيت، فينا نختار السيراميك، الرخام، يعني في عندنا انواع مختلفه. انا من ناحيتي افضل السيراميك للارضيات. طبعا في عندنا نحن قياسات كبيره او بورسلان بسموه، عندنا قياسات كبيره وقياسات صغيره بتختلف، بس اهم شيء نحن نكون عارفانين القياسات المناسبه اللي نختارها.
طيب خلينا نحكي فعليا استخدامات الجرانيت، يعني حكينا في انه الافضل ولانه الاحسن، بس انا بتلاقي مثلا اكثر الناس كانت تروح للجرانيت فعليا لانه هو مثل ما قلتي تختلف مزايا والجوده عاليه. اليوم مع التكلفه العاليه للمواد صارت العالم بتروح للسيراميك، بس شو الاستخدامات الاخرى؟ يعني انا ما فيني مثلا احط الجرانيت بكل البيت مشان هي التكلفه، شو ممكن استثمر انا من مساحات البيت احط الجرانيت فيها؟ تماما، لهيك انا دائما بنصح انه الجرانيت هو حصرا ينحط بترس المطبخ، ونروح بالخيارات اذا بدنا نقلل التكاليف هي بارضيات البيت الشقه. يعني نحن مثلا السيراميك فينا طبعا في السيراميك له قياسات كبيره، انا دائما بنصح بالقياسات الكبيره بعد عن الصغيره لانه بتعطي مساحه اكبر، خاصه ان احنا الشقه عندنا بسوريا هي ما لنا شقه كبيره، فكل ما كبرنا القطعه طبعا على حسب الغرفه بتعطيها هيك مساحه اكبر. كمان الوان السيراميك بتختلف من يعني كمان بنقدر نلعب فيها دور بالمساحه. الجرانيت انا بفضل نستخدمه غير كترس المطبخ، ممكن على ترس الحمام احيانا عند المغسله هي كمان بنستخدمها بتكون هي في عندنا شيء اسمه نحن النعلات الصغيره والبرطاشات اللي بتكون بين الحمام وبين مثلا الكوريدور او هدول القصص كمان بنقدر نحطها نحن هي من الجرانيت. يعني نحن بس عندنا تفاصيل كثير صغيره نحن مجبرين انه نحطها جرانيت. يعني مثلا ممكن حدا يحط مثلا بالارضيه يعني قطعه جرانيت والباقي سيراميك من نوع من الجماليه يعني فينا، بس يفضل. بصراحة ما بتعطي جمالية حلوة، يعني حيبين الفرق لأنه هي إلى خصائصه وهي إلى خصائصه. فمثلا كمان ليش بنصح أنا بالسيراميك نختاره بدل الجرانيت بالأرضيات، لأنه إذا فرضا لنقول نزلت مواد عليه هو ما بيتأثر ما بيشربه، بينما الجرانيت أكيد بيتأثر فيها دغري. انكسرت قطعة بتشيلي للقطعة بنحط بدالة فورا، الجرانيت لا نحنا ممكن نجليها بس ممكن ما يمشي حالا نرجع نضطر نبدله، أكيد في فرق بالتكلفة فلهيك نحنا بنروح للسيراميك. طيب خلينا نحكي كمان عن الألوان اللي ممكن اعتمادها وتأثيرها على الديكور الداخلي، على أعطاء مساحة أكبر أو على تصغيره مثل ما بيقولوا، قد ايه مهم هذا الشيء؟ لأنه اليوم في كتير ناس مثلا بيعجبها الشيء بتطبقه بالبيت بيعطيها نتيجة عكسية مثل ما بنقول. صحيح، الاختيار الخاطئ دائما ممكن يعطي نتيجة غلط بالمكان، لهيك أنا دائما بنصح إذا كانت الغرفة صغيرة نبعد عن الألوان الغامقة، لأنه نحن كل ما كان اللون غامق بصير التركيز عليه بنحس الغرفة أصغر. صحيح. فهي أول غلط نحن نبعد عنه، بفضل دائما نروح للألوان الفاتحة. مشكلة الألوان الفاتحة على السيراميك إنه بتبين الوسخ عليها تماما، فهي المشكلة الوحيدة اللي إلها. بس أحيانا بفكروها مغبرة بتكون هي من النقشة نفسها يعني. صحيح 100%، يعني هي يعني كثير مجلية بطريقة بشكل إنه مثل المراية بتصير فبتعكس كثير، فالعالم بتقدر تشوف الوسخ عليها. بس مع هيك أنا دائما أفضل إذا كانت الغرفة صغيرة مبعد عن الألوان الغامقة أو مبعد عن القياسات الصغيرة. هلأ دارج حالياً الباركيه ما الخشب اللي هو بيكون سيراميك بس عاطي إيحاء بارتي. إيحاء تماماً هو الباركيه الخشب، أنا كثير بنصح فيه حلو. بس كمان نفس الشيء في منه ألوان فاتحة، يعني مو ضروري يكون لون الباركيه إنه هو لون خشب غامق، لا في منه ألوان فاتحة، في منه ألوان رماديات. فينا كمان نستخدمه مثلا هذا الشيء بغرف الاولاد فرضا او غرف النوم، وباقي البيت يكون مثلا من الالوان الثانيه او اللون الفاتح ليعطي كمان هيك فخامه وجماليه اكثر. طيب نور خلينا نحكي معك عن انواع السيراميك، بنعرف في انواع كثيره للسيراميك، نحكي عن انواعها وتكلفتها وكيف بتفرق فعليا بالاماكن، يعني بالحمامات انا اللي بحط الحمامات غير اللي بحطها بارضيه الصالون وهيك. صحيح، في عندنا كذا نوع للسيراميك، في عندك الانواع في عندك الوطني اللي هو نوع جيد خيار جيد انا بستخدمه مثلا، ممكن بالسقيفة نحطه، ممكن نحطه ورا خزن المطبخ لحتى نعطي نظافة مشان لا سمح الله اذا صار تسريب او شيء ما يوصل لخزن المطبخ. فينا نستخدمه بعدة اماكن للسيراميك الوطني، في عندك السيراميك كمان او البورسلان خلينا نقول، في عندك الاماراتي، في عندك الايراني، كان في عندك كمان المصري، في عندك كمان الاجنبي الاسباني، في عندك كثير انواع نحن بنقدر ايطالي، طبعا اكيد بتختلف اسعارهم، يعني الايطالي مثلا هو اغلى شيء، بعده بيجي الاسباني، بعده ممكن نلاقي بين الايراني، بعد المصري، يعني بتختلف التدرجات تبعتهم حسب النوعيه تبعتهم. اكيد نحن بنقدر نختار النوع اللي بدنا اياه، اهم شيء ننتبه يعني بغض النظر عن الاسم هو شو نوعه، اهم شيء ننتبه نحن تكون السيراميكا هي ما مرهوجه، يعني مثل نحن ما بنقدر او تقويصه نحن ما بنقدر نكتشفه
بس المعلم هو عم بيشتغل ممكن احيانا بنلاقي مثل بلاطه عن بلاطه هيك فارقه بالتركيب. المعلم ممكن يحل المشكله على التركيب بس اكيد اذا نحن تلافينا المشكله من بدايه وقت نشتري نسال نحن عن هدول التفاصيل الصغيره مشان ما نوقع. طيب بتختلف اذا يعني السيراميك اللي بنحطه بالحمام عن الصالون ولا لا؟ ما شرط اكيد يعني احنا ما فينا نحط مثلا بالحمام سيراميك عم بيلمع فرضا خاصه للارضيات لانه بصير على المي بصير بزحلق فانا اكيد ببعد عن هذا الخيار بحط خيارات مت للارضيات. لا اما بالصالون فيني انا احط المت فيني احط اللميع او فيني احط النسله مع حلسه على حسب انا طيب. شو فضل. طيب نور يعني اليوم في كمان في ناس كثير نحن عم نحكي عن السيراميك والجرانيت وخليني اقول مواد هي جميله وبتعطي ايحاء حلو بقلب البيت بس البلاط وين راح؟ يعني ما عاد حدا يستخدمه حاليا مع انه في كثير بيوت موجوده يعني اصلا موجود فيها هو البلاط ما عاد في تطوير له باعتبار ممكن يكون لسه اقل تكلفه ويمكن بيوفر بكثير فروقات ولسه متانته واستخدامه بيعيش سنين كثير عن السيراميك وغيره من المواد. هلا اذا كنا عم نحكي عن البلاط اللي كان يستخدم سابقا اللي هو القياسات الصغيره اللي موجوده اكيد لسه فينا نستخدمه بس المشكله هو النقشات اللي فيه ما كثير متنوعه فيعني طب ليه ما عم بيتم تطويره يعني انه ما في هلا انا بعرف في معامل عم تعطي حتى بالبلاط صارت عم تعطي نقشات جديده يعني هو هلا نحن اذا كنا عم نعطي هي النقشات الجديده وهدول خلينا نقول اللي بتكون بسيطه اللي ما فيها التكرار زخارف زخارف او هالاحجار او هي شيء نحن صرنا عم نفوت بتكاليف اعلى يعني صرنا عم نروح على الرخام ممكن مثلا يكون هيك فيه عرق بسيط كل ما نحن خفت او القطعه فتح لونها ممكن يكون اغلى من السيراميك وهي البلاط حاليا اكيد اذا كنا نحن عم نروح على الرخام اكيد هو اغلى اذا بنرجع نحن للحجار الصغيره اللي كنا نستخدمها اللي هي كانت 25 25 سنتي هيك شيء تقريبا لسه موجوده لسه ممكن نستخدمها بس مثل ما قلت لك انه التكرار اللي فيها النقشة اللي فيها هي عم تعطي تصغير للحجم وعم تعطي إدم يعني ما عادت هلا مستخدمة ممكن بمناطق معينة تستخدم مثل مثلا إذا كنا عم نعمل مثلا مطعم أو هالقصص بس ببيوت لا ما بقى عم تستخدم بس أكيد إذا كانت موجودة فينا نجددها أنه نجليها بترجع عم تلمع بتعطي هيك ضوية للبيت بس أنه ما أكتر من هيك. طب خلينا نحكي يمكن بالآونة الأخيرة عم نشوف في اختلاف يعني مرة بنشوف الخشب اللي هو كتير دارج مرة الرخام والحجر هلأ بنشوف البساطة بتصاميم الديكورات عم نشوف حتى السيراميك عم ياخد مساحة واسعة بعيدا عن الترند والموضة شو اللي بتنصحي فيه فعليا بالبيت وأقل تكلفة لما نقول نحن أرضية البيت الحمامات شو هي النصائح لأنه في كتير ناس يمكن ما بتعرف واحيانا بتقول انه يا ريتني عملت هيك او استشرت. صحيح مثل ما حكيتي نحن عندنا كل كم سنه بتتغير الموضه صحيح. فبتصير بصير الواحد ما عم يقدر يواكبها لانه اول شيء صعب التغيير مكلف ما انه سهل انك ترجعي تفوتي ورشات على بيتك يعني في عندنا كثير مشاكل بتصير لهيك انا دائما بنصح نختار الشغلات اللي هي ستاندر يعني نحن ما بتتغير مع الايام يعني مثلا ارضيه البيت اذا كنا حاطين ارضيه بسيطه انا ماني مضطره اغيرها كل كم سنه لا بحط ان كانت رخام او ان كانت بورسلان بغض النظر شو نحن حاطينها بس نختار شيء بسيط يعني مثل ما حكينا قبل شوي نبعد عن النقشات نبعد عن الزخارف فشو ما صارت الموضه نحن بنصير بنغير بالفرش الوان الفرش ممكن بعد عن التغييرات الكبيره بقلب البيت ممكن نغير بلون الدهان اما الشغلات الاساسيه اللي هي مكلفه وصعبه التغيير اكيد بفضل نختار الشيء البسيط اللي بضل رايح معنا العمر كله. طيب بما انه حكينا عن يعني العناصر المحيطه مو بس الارضيات اليوم عم نحكي في كثير ناس بتحب تعمل جدران باماكن بتقول لك لاعزل الرطوبه لساوي انه انا بعمل بهاي المنطقه انا دائما عندي رشح وما عم بقدر اعالجه من الاساس لا احيانا البيئه بتاثر احيانا انا البيت ما عم بقدر اتحكم باللي فوقي او اللي تحتي عم بضل عندهم فبيعملوا حياة كامل من هذا النوع شو بتنصحيهم لما يكونوا عاملين مثلا سيراميك او جرانيت شو المواد اللي تتناسب يعني كديكور هلا اهم شيء نحن بصراحه دائما انه نحن نحل المشكله اللي هي موجوده يعني مشكله الرطوبه هو شو اللي عم يسببها اذا في عندي تسريب مي اذا في عندي مثلا الشارع اذا كان بيت ارضي او ابو يعني نحن نحاول نحل المشكله اذا كان هذا الشيء مستحيل او صعب ممكن نغطيه بس انا ما فيني اقول لصاحب الشقه انه هي حتنحل المشكله عندك نهائيا هي ما رح تنحل يعني حتى ان غطيناه غالبا العالم بتروح يا بتغطي بخشب او ممكن تغطيه بحجر الحجر الافضل يمكن الحجر كثير دارج كمان هلا مثلا الخشب السيئه تبعيته بصير نحن بنسميها بالعاميه بفشفش يعني بفشي اي بيطلع لبرا 100% او اذا نحن غطيناه بورق جدران بتلاقي هيك ورق الجدران نافر فيه طابات كمان كثير سيئه بقى.
100%. إذا غطيناه بالحجر بين الحجرة والحجرة نحن في عنا هيك مثل ميل صغير هو بيكون اسمه روبة، هاي حتنزل بودرة على الأرض، ست البيت ما حتعرف من وين عم تجيها البودرة، هي الرطوبة عم تطلع عم تحاول تتنفس من بين هالقطعة وهالقطعة عم تحاول تطلع من بيناتهم. فهو حل، ما رح أقول إنه هو حل صح لأنه هو حتضل تطلع الرطوبة، بس أكيد بغطي المشكلة إذا هي كان كشكل زاعر. كان حلول تانية ممكن نعزل، ممكن نحط نترك فضة بين الحيط وبعدين نركب يعني مثل فضة سانتي بس هيك للتهواية تجديد الهواء وبعدين نحط ألواح عزل. يعني في عنا هدول الخيارات، بس إذا نحن عم نحكي عن السيراميك والجرانيت والرخام والحجر وهدول القصص ممكن يحلوا المشكلة، بس برجع بقول أكيد أكيد حتطلع الرطوبة من بين هالفتحات الصغيرة بتنزل عن طريق مثل بودرة بيضاء على الأرض. طيب شو بتنصحيهم من البداية لحتى ما يفوتوا بهيك مشاكل خصوصا بالرطوبة؟ ونحن بنعرف هي المشكلة عامة للأسف بجميع أو معظم البيوت اليوم. إذا كنا عم نكسي البيت يعني عن جديد وهو كان على العظم، أهم شيء نحن ننتبه على الصحية بعد ما نطين الحيطان ونعمل وش معجونة للحيطان ونضغط الشبكة تبع الصحية، نترك الحيطان فترة. هلأ بعرف أنه هي صعبة لأنه أغلب العالم تكون مستعجلة لحتى تأخذ البيوت، لما نتركها وخاصة لما نكسي كمان عم نحط الأرضية عم نستخدم مي ونحن عم نركب الأرضيات، هي كلها الحيطان عم تشرب مي وعم تطلع عليها الرطوبة. نتركهم فترة قد ما فينا، إذا كان فينا نترك البيت نكسيه نص مرحلة مثلا ونتركه سنة فرضا أو ست شهور، الرطوبة حتطلع، حنعرف من وين المشاكل، حتنشف الرطوبة وتكون حلت كل هاي المشكلة، راحت معنا للأبد. وأكيد إذا في عنا تسريب من عند الجيران ببين كمان على الحيطان، يعني فورا بتطلع هاي المشاكل إذا كنا عم نكسي من البداية. إذا لا فهو حل صعب يعني غير إنه من عند الجيران إذا كانت المشكلة أو إذا كان على الطريق، إذا كان في إمكانية نحلها أكيد أحسن من أنه نغطيها. أكيد. يعني بالختام نتشكرك على كل النصائح اللي قدمتي لنا إياها ونتمنى الناس يكونوا استفادوا منها. شكرا لك. شكرا لك. أكيد نتشكرك، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا. شكرا لك. ما هلأ نور لح نروح لاستوديو الأخبار لحتى نتعرف على آخر المستجدات على الساحة السياسية محليا عربيا وعالميا مع زميلتي شيرين مصطفى. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى. صباح الخير نور. مشاهدينا موجز لأهم وآخر الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل مقداد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل عمار في اتصال هاتفي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار التشاور والتنسيق بين سوريا وتونس في مختلف المجالات. ونقل الوزير المقداد خلال الاتصال تحيات الرئيس الأسد إلى أخيه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وتناول الرئيسان الوزيران أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين سوريا وتونس تنفيذا لتوجيهات الرئيسين الأسد وسعيد. وفي هذا المجال أكد أهمية تعزيز الأوضاع الإيجابية في الساحة العربية بما ينعكس إيجابيا على القضايا والتحديات التي تواجهها الدول العربية. أكد مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهيا السفير ميلاد عطية عدم اعتراف سوريا ودول أخرى بما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية منقوص الشرعية الذي أعطي ولاية تخالف نصوص اتفاقية الحظر ورفضها أي مخرجات صدرت أو ستصدر عنها مستقبلا. وقال عطية أن المنظمة عانت انحرافا خطيرا في عملها وتعاني اليوم استقطابا وانقسامات حادة لم تشهدها من قبل نتيجة محاولة بعض الدول الغربية استخدام المنظمة كأداة لتنفيذ أجندات سياسية لا علاقة لها بأهداف وأغراض هذه الاتفاقية. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له أن حرب تموز كانت إحدى وسائل تحقيق المشروع الأمريكي الذي سقط بفضل المقاومة وصمود سوريا. وشدد السيد نصر الله على أن الإسرائيليين والأمريكيين اعترفوا بفشل حربهم على لبنان عام 2006 على أكثر من صعيد، في حين أن المطلوب من عدوان تموز كان سحق المقاومة وإخضاع لبنان. ولفت إلى أن العدو الإسرائيلي كان يسعى بكل الوسائل لمنع تعاضم قوة المقاومة في لبنان ولم ينجح في ذلك رغم كل الظروف، مؤكدا أن مشروع الشرق الأوسط الكبير الأمريكي سقط في لبنان وفلسطين والعراق وسوريا.
وفي خبرنا الأخيرة، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن العالم يشهد الآن نهاية الهيمنة الغربية فيما تقوى مراكز التنمية الجديدة وتسارع وتيرة نشاطها. أضاف لافروف أنه في الوقت الذي نلاحظ فيه نهاية الهيمنة الغربية على العالم، تزداد مراكز التنمية الجديدة قوة وتكتسب زخما أكبر في أوراسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن تشكيل نظام عالمي أكثر عدلا وتوازنا ومتعدد المراكز هو واقع يجب على الجميع المشاركين في العلاقات الدولية أن يأخذوه بعين الاعتبار. ختام الموجز، والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك شيرين من غرفة الأخبار، ويسعد صباحكم عن جديد مشاهدينا. محطاتنا مستمرة، وهلا لوين رح نروح يا نور؟ خلينا نروح سلمى معك ومع المشاهدين على منطقة جميلة، بنعرف قد سوريا فيها مناطق جميلة وخاصة في منطقة الساحل، خلونا نروح لجزيرة أرواد نتعرف على هالجزيرة بالتقرير التالي. جزيرة أرواد جزيرة تقع على بعد 5 كيلومتر من شاطئ طرطوس، وكانت مملكة فينيقية مزدهرة في مناطق من سواحل سوريا، وورد اسم أرواد أو أرادوس في رسائل تل العمارنة وفي حوليات ملوك آشور وفي مكتشفات الحضارة الفينيقية على المتوسط. أرواد اليوم هي ناحية تابعة لمحافظة طرطوس، عدد سكانها 5000 نسمة بحسب تعداد السكان لعام 1994، لكن واقع المسجلين من أبنائها يزيد عددهم على 11,000 نسمة يعمل معظمهم خارجها. تتميز الجزيرة بممراتها، شوارعها المتعرجة، قلاعها الأثرية والبرج الأيوبي وبقايا سورها الضخم ومساكنها المتراصة. وتشتهر أرواد منذ القدم بصناعة السفن التي لا تزال إلى اليوم، والتي كانت قديماً أسطولاً بحرياً قوياً جعلت مملكة أرواد ذات قوة ونفوذ، وهي إلى اليوم تنفرد على الساحل السوري لوحدها كجزيرة سياحية مفضلة لزوارها. نور، كثير من الأشخاص بيتميزوا بمهارات معينة ضمن مجال عملهم، وأحياناً بيكونوا بيتميزوا بعدة مهارات مختلفة حتى يلقبون بالمميزون، يعني إن هدول المميزون اللي ممكن يكونوا مختلفين عن كل زملائهم، وهذا اللي بيعطيهم ما يسمى بالمهارات القيادية. أكيد سلمى، بنسمع يمكن من المحيط وبالشغل هذا الشخص قيادي، هذا الشخص قادر، هذا الشخص مميز. صحيح. بس شو يعني مهارات قيادية؟ هل هي فعلياً موجودة بالفطرة أو بيتم اكتسابها أو بيتم تطورها بشكل تدريجي؟ لنحكي عن هذا الموضوع أكثر، معنا اليوم الدكتور منير عباس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموارد البشرية. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح المهارات. صباح المهارات القيادية حصر. يعني كثير نسمع مصطلحات أحيانا بيقولوا لك هذا الشخص مثل الطبق الصيني، من وين ما دقيته بيرن، شو ما حطيته بأي مكان هو قادر يشتغل وقادر أنه يعمل فريق ويقود هذا الفريق، وعنده مهارات متميزة، يعني مو بس مهارات مجاله اللي هو مختص فيه، عنده مهارات إضافية يصلح أن يكون قائد لفريق. هل هي المهارات هي بتيجي عن خبرة طويلة بالمجال، عن عقبات مثلا اجتازة، أم لا هي بالفطرة موجودة عند الشخص؟ تمام، خلينا نوضح شغلتين أساسيات. أول شيء، يوم 15/7 يوم السبت هو اليوم العالمي لمهارات الشباب. يعني هو عيد عالمي من UN. ب 15/7/2014 تقرر هذا العيد وصار من 2015 يحتفل فيه، فإجت هاي الحلقة كتير مناسبة لحتى نعرف شو هي مهارات الشباب والمهارات القيادية اللي لازم تتوفر عند الشاب أو الداخل لسوق العمل لحتى يلاقي فرصة وظيفية. الشغلة الأساسية كتير لازم نحكي عليها إنه المهارات هي نوعين، نوع اسمه الهارد سكيلز ونوع اسمه السوفت سكيلز. الهارد سكيلز هي العمل التقني الفني اللي انت بتجيديه بمجال عملك المباشر، ولكن السوفت سكيلز بتتقاطع مع كل نوع من الاعمال. كلياتنا لازم يكون عندنا هي المهارات القياديه، وهي اللي بترفع الشخص وبتخليه بسويه اداريه يتميز عن غيره، وهي اللي بتخلي الشخص انه يثبت بمكانه. فاذا المهارات
السوفت سكيلز لازم تكون موجودة عند الكل. شو هي المهارات السوفت سكيلز؟ كل سنة من السنوات بتتطور هي المهارات. يعني احنا بال 2023 طلع اصدار المهارات اللي بتخص سوق العمل من شهر 3 ب 2023 لنهاية السنة. طبعا تقاطع مع الكل والذكاء الاصطناعي. ولكن الذكاء الاصطناعي كلمة مرعبة صارت شوي صغيرة للآخرين، لأنه كل واحد حس حاله أنه ما بيعرف شو هي وبده يطلع بريد السوق إذا ما أتقن. وعنا بيئة أصلاً للذكاء الاصطناعي. الحقيقة هي بتتقاطع معنا دائماً. فلحنا وقت بنحكي عن الذكاء الاصطناعي عم نحكي لحنا على أشياء هي عم نعملها كل يوم وتطورت أكثر، وليكن مثل أدوات البحث تشات جي بي تي وما إلى ذلك. ما حنخوض بهذا المجال، بس حنحكي أنه صار هو واحد من المهارات السوفت سكيلز اللي لازم نتقاطع مع كل المهارات الهارد سكيلز لحتى يقدر الواحد يكون على الأقل عنده معه أمية بهذا الموضوع. يعني يضل عم يتقارب منه، مو يضل هربان منه، وهو عم يتطور بشكل سريع جدا. المهارات هي ترتبت كالتالي، في عدة مهارات. أول شيء تيم وورك. التيمورك وهو مهارة قيادية هي تجعل الشخص يستطيع أن يعمل مع كل أفراد الفرق مهما كان نوع شخصيات هدول الأشخاص. يعني الشخص المرن اللي بيقدر يكيف شخصيته، مو يخلي ناس بيشبهه، هو بيشبه شخصيات الآخرين لحتى يتكيف معهم. كل الأعمال هلأ عم تتطلب تيمورك، ما عاد يقدر واحد عمل فردي يقدر يقوم بهذا العمل، لأنه حتى اللي عم يحكم على عملك هو فرق عمل. فأنت بدك تعرفي تماماً نفسياتهم، وبتعرفي تماماً كيف يفكرون، وبتعرفي كيف تتوائمي معهم. إذن التيم وورك والتيم بيلدينج هي واحدة من المهارات الأساسية. النوع الثاني مهارات التواصل، ولكن مو مهارات التواصل اللي احنا اللي بنحكي عليها العادية. هناك مهارات تواصل تجعل الشخص الآخر يصدق ما تقولين. يعني مهارات التواصل مو أنا بعرف أحكي مع كل الأشخاص وبنبسطوا من حديثي. في عنا مهارات التواصل هي بتسوق للشيء اللي أنت عم تحكي. إقناع يعني. تمام، مهارات تواصل داخل قناع إقناعي. يعني هذا اللي احنا عم نحكي عليه. كيف هي مهارات التواصل؟ مهارات التواصل هي اللي هلأ الحديثة وكلنا عم نطبع 2023 داخلها مهارات الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي هو اني اقدر انا سخر عاطفتي وردات فعلي لعقلي. يعني هلأ إذا كان الواحد بموقف محرج أو طلع عن أعصابه وتأخر عن موعد والكل عم متوتر بهذا الموضوع، ممكن يطلع عنه ردات فعل تؤدي إلى توتر بيئة العمل كاملة. كيف بيقدر الإنسان يضبط نفسه؟ هذا اسمه الذكاء العاطفي. وهالأيام بتعرفوا إحنا في عنا تغييرات كتير صارت طارئة، وكل يوم هو الثابت الوحيد بعصرنا الحالي هو التغيير. فإذا بدنا نكون إحنا مرنين وعنا ذكاء عاطفي نتحكم بعواطفنا بحيث إنه نقدر نصدر العمل بأقل ردود فعل سلبية. إذا مهارات التواصل اللي بقناع الذكاء العاطفي والإقناع. في عنا شغلة ثالثة اللي هي الريزيلينس، يعني المرونة. المرونة يعني احنا عم نتفاجأ كل يوم، في عنا مفاجأة جديدة بعالمنا. الحقيقة إذا ما كانت كارثة طبيعية فممكن تكون اقتصادية، ممكن تكون بيئية، ممكن تكون بأي نوع من الأعمال. الريزيلينس اللي هي المرونة مطلوبة مننا كلياتنا إنه نحن نتكيف مع التغيير. الشخص اللي فيه هو ريزيلينت وقادر على الاستخدام المرونة هو أكثر شخص قادر على التغيير. فلحنا هلأ ما في شيء اسمه ثوابت. هلأ المهارة الرابعة هي التدريب المستمر. دخل على سوق العمل بال 2023 الوظائف الهجينة. الوظائف الهجينة الهايبريد جوبز هي عبارة عن كل واحد من خلال وظيفته بده يقوم بثلاث خصائص لوظائف مختلفة. يعني ما عاد ينفع احنا نعرف مهارات وظيفة واحدة. انت بعطي دائما هذا المثال السهل كثير، تسويق صيدلاني. بدك تكوني دارسة صيدلة وبدك تكون دارسة تسويق لحتى تقدري تسوقي صيدلانية. قيسي على ذلك كل المهن. يعني شخص مدير مشروع، مدير المشروع بنفس الوقت يفهم ماليا، يقرأ التقارير المالية، بده يفهم إداريا يعني يدير الفريق، بده يفهم بالإتش آر يعرف كيف يتعامل مع الشؤون الخاصة بإدارة الموارد البشرية، بده يقرأ تسويقيا لحتى يعرف كيف يدير. يعني أنت صار عنوان صغير يحتوي تحته خصائص ثلاث وظائف على الأقل. فإذا بدنا نشتغل على مهاراتنا بشكل كتير منيح. الشغلة الخامسة اللي هم ينطلبوها كتير هلأ بسوق العمل إنه يقدر الإنسان يتبنى أفكار ما كان متبنيها ويتخلى عن أفكار كان مؤمن فيها. قديش هي صعبة؟ يعني هلأ مثلا في عندك بتتعاملي مثلا مع مشاريع هي اجتماعية، قد يكون المجتمع اللي انت عم بتأدي خدمة مجتمعية فيه يتقبل عادات وتقاليد انت بالأساس ما بتعتقديها انه هي من صلب عاداتك وتقاليدك. فانت مو معقول تيجي تقنعي هذا المجتمع يغير عاداته وتقاليده حتى تقدر تقدمي له الخدمة. فانت مضطرة انه بفترة انجاز هذا العمل تتبني عادات وتقاليد هذا المجتمع لحتى تقدري تشتغلي معه
وبعدين عادات وتقاليد اللي انت بتبنيتيها بتعود لك شخصيا، انه انت تضلك معتقده فيها ولا لا. هذا احنا بنسميه الاندماج، بيندمج الشخص مع طبيعه العمل، لانه احنا طبيعه العمل هلا صارت شوي كمان افتراضيه. صحيح. يعني احنا هلا بكل الاوقات عم نشتغل مع الاف من الاشخاص موجودين حول العالم، ما بنعرف شو اعيادهم، ما بنعرف احنا شو هي الاشياء اللي بتخليهم انهم ينبسطوا او يحتفلوا فيها. احنا لازم نعرف عنها، لانه طبيعه العمل الافتراضي صارت توجب علينا انه نتعامل مع جنسيات وثقافات اللي احنا مو موجوده ضمن البلد الواحد. صحيح. فاذا بده يكون في عندنا مرونه، تقبل عادات وتقاليد لفئات مجتمعيه اللي احنا ما كانت موجوده عندنا هي العادات والتقاليد، وممكن شوي صغيره نتخلى عن اشياء اللي احنا كانت تحد بين دخولنا لهي المجتمعات وتخلينا نتوافق معهم. اذا التدريب المستمر والشغله المهاره اللي انا بدي ركز عليها والكل عم بيطالبها، انه كل اصحاب العمل حاليا عم بيطالبوا بانه يكون الموظف شريك وليس موظف عبء. يعني شريك يعني قادر على تقديم أفكار ابتكارية يساعد بالحل للمشكلة ولا يعتمد على الإدارة فقط بتلقيمه للحل. فهو شريك يعني بارتنر وما عاد إمبلويي عبء. فنحن هلأ لازم نعدل تفكيرنا، إنه نحن مو اليوم شو المهام المطلوبة مني، أنا بدي ساعد إدارتي، شو المهام اللي لازم تكون مطلوبة مننا لحتى نقدر. أنا بدي أوقف عند هي النقطة تحديداً اليوم دكتور منير، وحكيت يعني عم نحكي نحن عن المهارات القيادية، وعم تحكي ب15 شبع مهارات الشباب. يمكن كل الشباب اللي عم يتابعونا وجودك دائماً يعني قيم بالنسبة لنا، بنعطيهم بعض النصائح لدخول سوق العمل والاندماج. لما أقول أنا لكل الشباب اللي عم يتابعونا، في عدة مهارات قيادية وعدة مهارات للشباب للاندماج بالشغل، خطوات أساسية من البداية، يعني شو اللي ممكن أنا أفيد الشباب اللي فعلياً هلأ متخرج من الجامعة وبتلاقي دائماً عنده مشاكل بأنه كيف ممكن يحصل على هاي الوظيفة، دائماً بيطلبوا بعض الشروط الخبرة، طب أنا كيف بدي أحصل على هاي الخبرة إذا أنا ما اندمجت ودخلت لسوق العمل؟ شو النقاط الأساسية اللي بتعطيهم إياها؟ يعني خمس مهارات هدول بدهم شغل كتير، يعني خلينا نبلش خطوة خطوة لكل الشباب اللي عم يتابعونا، أهم مهارة أو أي زاوية ممكن أنا أبلش فيها. هلأ أهم شيء بالنسبة للشباب إنه يبلشوا يشتغلوا على مهاراتهم من السنين الأولى الجامعية ولا ينتظروا إنه يتخرجوا. كيف تبنى هي مهارات التواصل على سبيل المثال؟ مهارات التواصل تبنى عن طريق تواصل مع أشخاص ما بيكونوا نهائياً نفس الاهتمامات تبعتي. يعني ما فيني أنا أقول مهارات التواصل مع ناس ما عم بشوف غيرهم وما عم بيشوفوا غيري وبنفس الوقت أنا أقول عندي مهارات تواصل معهم. يعني الأشخاص الفايتين جامعيين أو اللي داخلين لسوق العمل، حاولوا تجتمعوا مع أشخاص ليسوا شبيهين لكم ابدا حتى تطوروا مهارات التواصل معهم، وتفترضوا انه هي بيئه العمل. احنا ببيئه العمل ما بنختار مدراءنا وما بنختار زملائنا بالعمل، بيحكم علينا بيئه العمل هدول زملائنا وهدول مدراءنا. فنحن بده يكون في عنا توافق واندماج معهم، يعني نحن بدنا نطور مهارات التواصل. فاول شيء بقول للشباب حاليا، فوتوا اعمال تطوعيه، شو ما كان اي شيء مجاني حتى تطوعي، حتى لو كان ببدل مواصلات، أفضل بكتير من وجودكم لوحدكم وما عم تطوروا أي شيء. الحقيقة صار في تدريب افتراضي بشكل واسع ومجاني كتير كبير. يعني هلأ ما عاد بس النت هو عبارة عن تضيع وقت، أبداً الجو الافتراضي عم يقدم منصات كتير، مثل احنا عنا منصة مؤسسة إدارة موارد بشرية jobguide.sy مجانية، وعليها أكثر من 38 يوتيوب كيف تدخل سوق العمل بمهارات مجانية، وفي عندك منصات عربية رواق إدراك، في عندك عدة، بس حطي على الجوجل أو محرك البحث بس منصات تدريب مجانية لمهارات سوق العمل بلاقوها. الشغلة الثانية اللي بدنا نحن يتعلموها الشباب دائما، تحمل المسؤولية وعدم لوم الآخرين. يعني احنا دائما بنقول اذا اجتنا اسئله صعبه الدكتور متحطط علينا ما عم يعرف يحط الاسئله او مصعب علينا انضرب، دائما عندنا اسهل شيء نلوم الاخر. تماما، بنلوم الظروف انه احنا في عندنا عقوبات، احنا ما عم نقدر نطور حالنا، مع انه دائما في ناس طورت عده مهارات واجتهدت وبدات مشاريع صغيره مراكز رائعه رياديه او مهارات وظيفيه بنص الازمه. فكيف هدول نجحوا واحنا بس حاطين الشماعه هي العاديه بنحط عليها انه الظروف المحيطه فينا؟ اذا تحمل المسؤوليه ورد دائما نتائج عملنا لانفسنا.
يعني نحن نتحمل نتيجة عمل أنفسنا. الشغلة الثالثة اللي هي كتير منيحة ولازم يتعلموها، كيف يشتغلوا مع فرق العمل. يعني أي عمل ولتكون رحلة جماعية، ولتكون نشاط طلابي جماعي، وليكون معرض ساهمت فيه، وليكون التطوع باتحاد. هون أنا بدي أسألك سؤال دكتور منير، باعتبار حضرتك ناشط يعني والمؤسسة أيضا ناشطة، وإلكم تشبيك مع وزارات الدولة بعدد كبير كانت من المشاريع الناجحة اللي رعيتوا فيها الشباب وعطيتوهم فيها مشاريع صغيرة وأهلتوهم مثل ما بيقولوا لسوق العمل. اليوم لسنا بحاجة للتأهيل، مو بس على مستوى الشباب الجديد اللي بده يدخل، يعني اليوم عم نحكي عن مهارات القيادة. اليوم الأولى المدراء بكل الأماكن بمختلف يعني المؤسسات سواء حكومية أو خاصة، يمكن هذا الفرق اللي دائما الناس بتحكي عنه، ليش الشغل الخاص بيكون ناجح أكثر من المؤسسة الحكومية؟ ليش الشخص اللي بيكون موظف بيعتبر نفسه أنه خلاص أنا مكنة، يعني مطلوب مني 1-2-3 أكثر من هيك ما بعطيهم ولا بدي أخذ، أنا مثلا راتبي هيك رح أعطي على هذا الراتب حتى أنا مفضل. يعني هاي الكلمة بنسمعها دائما، أنا راتبي كتير قليل بالنسبة للخبرة اللي عندي والعمل اللي أنا عم. لهيك بنشوف المؤسسات فيها ركود، فيها مشاكل كتير كبيرة غير الأماكن الخاصة اللي بتقدر الشغل وبتعطي دائما حوافز وترفع نسب الرواتب. فهون قدمهم كمان يعني من خلال صلاتكم بوزارة التنمية وغيرها من الوزارات اللي عم تشتغلوا معها أنتو، قدمهم هاي المهارات وهي الدورات، ما بس تكون على مستوى الأفراد، الشباب الجديد اللي عم يدخل لأنه هو عم يعمل هاي المهارات بس عم بفوت ما عم بيلاقي قائد أو مدير يوجهه بالطريقة الصح أو يستفيد أحيانا من خبرته. هاي نقطة كمان لازم نحكي عنها. حلو الموضوع اللي أثرتيه. هلا لأن في فرق بين القطاع العام والقطاع الخاص، فرق كبير يعني. هذا القطاع الخاص دائما في تهديد بعدم استقرار وظيفي، هذا الشيء بيخليك تضلك عم تشتغلي على حالك وتضلك عم تطوري حالك، السبب ما بيعطيكي كمان التقدير والتحفيز وفتح بيئة عمل مفتوحة لأفكارك. أنا بحترم فكرتك، بعطيك مجال تقدم، ما بفرض عليك دائما أنه فقط هذا المجال اللي بدك تشتغل فيه، كمان هذا بيفرق. هلا نحن بالقطاع الخاص في تطوير دائم، ولكن ما بيطور صاحب العمل بس مشان يبذل أمواله، لأنه بيعرف إنه في وراه مردود وربح بهالموضوع. صحيح. بينما هلا نحن أحيانا بيكون بالقطاع العام في بعض الأفكار إنه أنا حاطي على قد الراتب، مأمن أنا بالوظيفة لأبد الآبدين. الاستقرار الوظيفي أنا سلبيين. الاستقرار الوظيفي له سلبيات. يعني له الايجابيات رائعه وانا بامان وبرمجت حياتي على هذا الراتب، بس سلبياته الجمود الفكري احيانا انه ما عاد في داعي اطور نفسي، انا مستقر وظيفيا. فبتلاقيني ممكن الاقي وظيفه بعد الظهر نشاطي فيها اضعاف نشاط الوظيفه اللي هي مستقر فيها، لانه هديك عم تحاسبني حسب الاداء. بس مو هي الشغله اللي بدي نوه عليه. شيء كثير مهم، في واجب مجتمعي انا عم بدي طالب كل المجتمع بكل اطيافه طبعاً. سواء كان جهات تدريبيه، جهات تدريب داخل العمل كشركات خاصه، مجتمع أهلي، مطلوب منهم يساعدوا هدول الشباب بتنمية مهاراتهم. يعني يكونوا صبورين شوي صغيرة عليهم. يعني إحنا هلا بالمؤسسة عندنا برنامج بناء المهارات والقدرات طول السنة، صرنا عاطين أكثر من 32 مهارة مجانية والدعوة عامة بندعي كل الناس. أحيانا ورشات بتكون ما عم نقدر نسكر الباب فيها، وأحيانا ورشات بتكون عددها خجول حسب الاهتمام. نحن عم ننشر ثقافة تطوير مهارات الشباب. يعني هي المهارات لازم يكون عند الشاب حتى نبني مجتمعنا، يعني بطريقة ما حتنعكس علينا لو نحن قصرنا فيها. يعني بتيجي انت بتطلبي بالسيفيات بتلاقي كل الشباب خريجين ورائعين بس ما عندهم المهارات اللي بدخلهم لسوق العمل. يبقى هو واجب مجتمعي، يعني تضافر جهود. خلينا نقول القطاع الخاص اللي ما بيقدر مثلا يدرب، خلينا اماكن محدوده بيعمله، ممكن يقدم دعم للجمعيات اللي عم بتدرب ويساهم بهالبرامج وياخذ الاوائل من هذول البرامج، الناس اللي تطورت مهاراتهم. في عندنا واجب مجتمعي اسمه الارشاد المهني. الإرشاد المهني من قبل الأهل تشجيع الشباب على تطوير مهاراتهم، من قبل مجتمع الأعمال إرشاد هؤلاء الشباب شو هي المهارة اللي بدهم إياها ليدخلوا لسوق العمل، من قبل الشركات الموجودة إنه تكون صبور شوي صغيرة على هذا الداخل لسوق العمل لحتى يبني مهاراته. بالنهاية بس بني مهاراته الشاب هذا لحنا كل المستقبل معه. يعني لحنا الخسرانين وقت نقصر بهذا الموضوع. فوقت أطلق هذا اليوم العالمي لمهارات الشباب كان تحت بند عمل إرشاد مهني وتوجيهي من قبل كل المجتمع وأطيافه لحتى نقدر نبني هاي المهارات.
يعني من صالح كل المجتمع يكون في عندك مهارات شباب مطلوبة لسوق العمل، والشاب كمان من عنده ما يكون على أنه المجتمع ناطر مجتمع ليبني له مهاراته. مهما حاول تطور فيك بده يكون في عندك إرادة ورغبة لتطوير نفسك. أنا ما فيني أزرع فيكي، ولكن إذا كانت موجودة عندك كل شيء سهل. يعني هو بده يكون في عنده الرغبة للتطوير ويبحث. في مثل كنا نقوله نحن من وقت ما كنا ندور على شغل اللي احنا بعمارنا، نقول البحث عن عمل هو عمل بحد ذاته، والبحث عن مهارة هو مهارة بحد ذاته. يعني طريقة البحث هي بتحدد لك كمان، والوقت والبيشنس. يعني المعدل العالمي للوظائف كنا نقول التقديم لعشرين وظيفة بتكون كتير محظوظ إذا إجاك تليفون من واحد من عشرين إنه تعال في مقابلة عمل. هلا ما في بيشنس. الجيل، خلينا نقول مهارات الشباب، إذا بنعني احنا الجيل زد اللي هو من مواليد 1997 لل 2012 عنده صفة كله بيتقاطع فيه، عدم الصبر. يعني هي عدم الصبر انه كل شيء بحياته بسرعه، تمام، تعود ياخذ كل شيء بسرعه، كل شيء بده وقته. كل شيء بده وقته. في سينيوريتي، في عمليه تراكم خبرات، هي اللي بتبني الواحد وبتصقل شخصيته وبتبني مهاراته. نحن عندنا بتعطي بعض المهارات وبعض الاعمال بيعملها لمده فتره معينه، في شيء جديد اعمله هذيك صارت ممله. ما فينا نحن نبني اعمال بهالطريقه. احيانا بيكون العمل مكرر ولكن بطرق ابداعيه، صحيح، بطرق مختلفه. نحن بنطلب هذا الشيء. يمكن بده حلقات حتى نحكي عن مواصفات الجيل الجديد اللي هو عم يطلب مهارات كلها افتراضية. الشيء اللي ما بدنا نغفله نهائيا مهارات التواصل الاجتماعي على الانترنت، السوشيال ميديا، هي كتير بدنا نستخدمها لصالحة. تماما. هلا دخل ثريدز بدل التويتر، واللي احنا كل يوم عم نحكي على قنوات تيليجرام، وعم نحكي على الفيسبوك بمواصفاته الجديدة، وعم نحكي على الانستغرام قدي صار كتير بطريقة تجاري بحت. يعني عم نحكي على جروبات الواتساب والمكالمات كليات اللي صارت هلا كلها. حتى البزنس صار من وثائق اللي ممكن تقدميها انت بالبزنس هي اجتماعات الجروبات تبع الواتساب. صحيح. يعني دخل خلص بحياتنا. فهم ما بدنا نغفل هذا الشيء. هلا مثلا مطلوب مني باحدى الوظائف اكثر من 15 كاتب محتوى، انه يكون ما بدهم منه، تصوري ما بدهم شيء من كاتبين المحتوى غير افكار جديده. هن بيعلمون الصياغه. يعني في وظائف جديده هلا الناس اللي خايفه من الاي اي، انه الارتفيشال انتليجنس، انه بده يفوت ويقضي على وظائف، واكثر من 30 مليون وظيفه بالعالم مهدده تطلع برا. انا بقول لهم في 60 مليون وظيفه جديده محلها. انا والله غير مقتنعه بانه رح ياخذ. طبعا انا مكان لازم نختار عن الذكاء الاصطناعي، فنحن اللي بنقدر نبرمج ونطور اكثر منه. بس في اشخاص هيك بيكونوا شوي سوداويين، بيقول لك انه لا، احنا لكان الوظائف بدها تروح. ولكن الادوات اللي هي الروتينيه والبدائيه اكيد حتزول، كله تطور. لانه فنحن اللي بدنا نطور مهاراتنا على الشيء اللي احنا بنعرفه هلا، يمكن بعد سنه يكون متقادم، ما عاد يكون انه فعال. وقتنا بسرعه خلص معك دكتور، ودائما في معلومه اليوم جديده الى علاقه بسوق العمل والاندماج، وعم نحكي عن مهارات الشباب والمهارات القياديه. اكيد انت شريك صباحاتنا سابقا، وقادما اكيد لنا محطات اخرى لنحكي عن هذا الموضوع بشكل موسع. شكرا كثير لك. شكرا لكم، وصباحكم كله مهارات لسوق العمل. شكرا لك دكتور منير. أما هلأ نور رح نروح لمحطتنا التالية، وتحديداً لمحافظة اللاذقية وعلى أنغام العود الدمشقي، أحيا الفنان كينان إدناوي أمسية موسيقية شرقية بخشب الدار الأسد للثقافة والفنون، والتفاصيل بالتقرير التالي. على أنغام العود الدمشقي أمسية موسيقية في دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية، يحييها العازف كينان إدناوي مع مجموعته أمسية الإبداع والأداء عنوانها. بهيدا الحفلة قدمت مجموعة من مؤلفاتي الجديدة اللي صدرت بألبوم ووتر، وأيضا قدمت شيء من الريبرتوار العادي اللي بقدمه دائما بالحفلات. الحقيقة أنا صار لي 4 سنين ما عزفت في اللاذقية، فكان لقاء جميل الحقيقة. يعني النهاية هي مدينتي بالنهاية، فأكيد اللقاء بيكون حلو أكيد. هلأ اليوم عم نقدم يعني فكرة ومشروع كينان إدناوي، اللي هو عود تقليدي لكن متجدد كمان. هو عم يحط أفكار جديدة، عم يدخل آلات ما لا متعودة يمكن الناس تسمعها مع العود. فهي التجربة مهمة وحلوة، وعم تعطي هيك طاقة حلوة للي عم يسمع وللي عم يعزف كمان. قدمنا مجموعة مقطوعات من تأليف الأستاذ كينان إدناوي عازف العود. مقطوعات منوعة كتير، فيها جمالية موسيقية أكيد، مقطوعات مميزة كمان. هن مقطوعات من الألبوم اللي أطلقه الأستاذ كينان ب7 تموز.
ويعني فيها تنويعات كثيرة بين الشرقي وفي آلات غربية معنا. تفاعل للحضور الذي يتنوع بأعمار مختلفة وشرائح اجتماعية متنوعة. اليوم أكيد الحفل كثير مهم وكثير جميل، أنا متأكد أنه جمهور اللاذقية الزواق والتواق لحضور الحفلات الموسيقية، العاشق للفرح راح يسعد بهذا الحفل، في عازفين مهمين جدا راح يقدموا مقطوعات موسيقية راح يستمتع فيها جمهورنا، أكيد جمهورنا اللي على الرغم من الانتظار الطويل إلا أنه كان حاضر ومتمسك بالحضور لحتى يشوف ويحضر هذا العرض الموسيقي اللي راح نستمتع إن شاء الله كلياتنا فيه. أستاذ كينان إدناوي غني عن التعريف طبعا، أستاذ كينان إدناوي ابن اللاذقية وحب بعد انقطاع فترة طويلة انه يجي يعمل حفل بمحافظة اللاذقية، بنقول له شكرا اول شيء لهي اللفتة وشكرا لمجيئهم، وانا واثق انه راح نحضر امسية مميزة. عرض رائع كان. رائع. شيء رائع. مقطوعات موسيقية شرقية وغربية عبر أمسية تحتفي بإعلان صناعة العود الدمشقي على لائحة التراث العالمي وضمن خطة وزارة الثقافة لرعاية الإبداع. أما هلأ سلمى بننتقل لمادتنا التالية وبنعرف المراحل الأولى للطفل قديش هي مهمة بتنمية شخصيته وتطوير مهاراته. خلونا نتعرف بالتقرير التالي على أهم مهارات الطفل اللي يجب تنميتها في المرحلة الأولى. على الأهل بشكل عام أن يعلموا بأن تطور قدرات الطفل الإدراكية واكتسابه لمهارات جديدة ومتنوعة تجعله قادراً على القيام بالكثير من الأشياء وبمفرده، لكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وإليكم الخطوة. أولاً، افسحي له المجال ليقوم بالأشياء فيكون الفاعل وأنت المشرفة عليه. عليك أن تظهري لطفلك ثقتك به. شجعيه عند إنجازه المهام الموكلة إليه. ضعي طفلك في مواقف اتخاذ القرار كاختيار ملابسه أو مواقف مفتعلة وجعليه يقرر كيف سيتصرف فيها. علمي طفلك تحمل المسؤولية بمواقف حياتية يومية. النور، مثل ما بنعرف الأطفال كلها بشكل عام بيكون عندها نهم لتعلم المعرفة، وخصوصا بالسنوات الصغيرة اللي هي ببلش الطفل يسأل فيها شو في حواليه بمختلف الوسائل، إن كان إشارة وما غيرها، إلى أن يبدأ يتعلم الكلام ويختلف فضوله بشكل كتير كبير. أكيد سلمى، اليوم بفقرتنا رح نحكي مع مدربة الحساب الذهني عفراء صالح عن أهمية البرامج اللي ممكن فعليا نستثمرها مع طفلنا لتطوير تفكيره ومهاراته. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكي. خلينا بالبدايه نبلش مع حضرتك، اليوم لما بنقول مهارات فكريه عند الطفل يعني مصطلح كثير كبير ولكن كثير مهم، امتى بتبلش تنميه المهارات الفكريه عند الاطفال؟ انو سن كمان بالتحديد؟ اول شيء مهارات التواصل هي جزء مهم واساسي بحياه كل طفل ليتطور ليصير عنده خبرات اكثر. فالمهارات بتساعد على التفكير على التعامل مع الصور باكثر منطقيه وابتكاريه، يعني بتطور وبتعزز عنده القدره على التعلم، على الثقه بالنفس، اعتماده على ذاته اكثر. ولازم تكون بمرحله مبكره من الحياه لانه بتحسن عنده القدره التعليميه والاجتماعيه بشكل افضل، حتى بتنمي عنده الذكاء العاطفي والاجتماعي. فعليا نحن بنقول قديش مهمه المرحله الاولى. أكيد. للطفل والسنوات الاولى في تنميه فعليا شخصيته وفكره ومهاراته. طبعاً. لما نقول ايمت فعليا انا فيني طبق هي البرامج على طفلي، نحن بنعرف تحت الاربع سنوات صعب نوعا ما هذا الموضوع، بس بالاربع سنوات فعليا بيكون نوعا ما شخصيته اكتملت، اكتسب بعض المهارات. طبعاً. فعليا فيكي تناقشي وتحاوري. شو هي اهم البرامج اللي ممكن انا بلش فيها مع طفلي؟ لما نقول حساب ذهني بنعرف قديش هلا بالاونه الاخيره عم نسمع قديش اخذ مساحه كثير كبيره وقديش فعليا عم ياثر على تفكير الاطفال، وفي كثير امهات اليوم بتقول لك انه انا ما فيني لا دخله دورات ولا فعليا جيب مختص، ففيني انا اطبق هي البرامج بالبيت.
في عدة مهارات مثل ما قلنا الحساب الذهني، برنامج الذاكرة، أكثر من برنامج في يشتغل عليها الطفل، منه الحساب الذهني اللي هو مادة كتير أساسية ومهمة اللي فيها بيحسن الطفل مهارة العد بلا ما يستخدم آلة حاسبة أو حتى القلم الورقة أو هي المادة التعليمية بالمدرسة تبعد على أصابعك أو أحسب ذهنيا، فهي كتير مهمة حتى تساعده يحسب ذهنيا، حتى بتقوي الخيال عنده التركيز، بيصير قادر على تحسين الخيال والإبداع يعني إبداع عنده، وبتطور المهارات الرياضية بشكل عام. طيب نحن لما عم نحكي عن الحساب الذهني، هل هو يعتبر المساحة الوحيدة اللي ممكن هي تساعد الأطفال بهذا العمر ولا لا؟ لازم لما يتعلم حساب ذهني يتعلم معه مهارات أيضا أخرى هي ممكن تساعده أكثر على المهارات الفكرية؟ طبعا هو بحاجة لعدة مهارات لحتى يطور الدماغ عنده، برنامج الذاكرة، في الحساب، عاد عن الحساب الذهني عفوا، الرياضيات المدهشة اللي بتعلم فيها جداول الضرب عن طريق اللعب، أو مثلا أسرار الأرقام، جذور التربيع، بس كله هذا عن طريق اللعب لو بعمر صغير. طيب شو هي يمكن أهم النقاط اللي فيني بلش فيها؟ يعني هلأ نحن عم نحكي نوعا ما عموميات، خلينا نبسط شوي لكل الأمهات، طريقة التعليم مثلا لما بتقولي أنت برنامج الذاكرة عن طريق الرياضيات، شو هي الأسس الأساسية؟ يعني خلي لكل أم هلأ عم تتابعنا، أنا بقول لها مثلا برنامج الذاكرة اشتغلي 1 2 3، يعني لما نحكي عن شيء ما يتعلق بالرياضيات فيك تشتغلي 1 2 3، يعني نبسط لها إياها بشكل أوسع. هلا اكيد باستخدام الالعاب او شيء اليوتيوب موجود دائما للاهالي اللي ما بتقدر مثلا تسجل، في برامج خاصه بهذا الموضوع، في عده العاب منها بطاقات بتكون موجوده مرسوم عليها كل بطاقه وشو وقفها، مثلا عدد الخرزات، كل خرزه شارحين شو هي، فهذا الشيء كثير بيساعد بالبيت، يعني حتى هذا الطفل على طريقه الالعاب تفاعليه تماما، العاب تفاعليه حتى يقدر يساعد ويطور عنده هاي المهاره. اكيد يمكن نحن وصغار كانت من أكثر الوسائل اللي يستخدموها الأهل معنا اللي هي المجلات أو القصص المصورة، خلينا كمان نحكي عن أهميتها، واليوم هل اختلفت بين أنها تكون إلكترونية أو هي مكتوبة يعني مقروءة مثل ما بنعرف ورقية، أنه الأفضل شو اللي بتحفزي أكثر؟ اليوم في كتير برامج مفيدة لكن إلكترونية، وفي اختصاصيين بيقولوا أنا ما بحب مثلا أنه من عمر صغير يبدأ يتعود على التاب أو غيره من ذلك، لأنه صح هو فيه إيجابيات ولكن أيضا فيه سلبيات، شو رأي حضرتك؟ أنا أكيد مع الشيء الغير الإلكتروني، يعني الشيء اللي بيتعامل فيه الطفل ورقيا، يعني بيمسك بإيده يعرف يمسك صح، يصير يبلش يهجي، هيك هو بينبسط أكثر غير الشيء الإلكتروني اللي هو مو ملموس، فأكيد أنا مع اليدوي أكثر. طيب عفراء، نحن بنعرف أنه في كتير مهارات مختلفة عند الأطفال وفي فروق فردية عند الأطفال، بنعرف في حدا بيكون حسي، حدا بصري، حدا سمعي، كيف فينا نحفز هاي المهارات يعني ضمن أي جزء؟ يعني لك أنا فيني نحفز الذاكرة والخيال عند الطفل لأنه هو مثلا بيروح ميال للشيء البصري أو الحسي أكثر، الطفل الآخر بيكون الموضوع مختلف بالنسبة له. هلا المهارات طبعا اكيد كل الاطفال اذكياء، بس بتختلف مثل ما قلنا من طفل لطفل بحسب قدره الاستيعاب، بس بالمهارات ليش نوجدت حتى ننمي او تحفز الدماغ على يتكون بشكل صحيح، حتى نوجدت هاي المهارات حتى تساعد ترفع عمل الدماغ اكثر، حتى يعرف الطفل بنفس الوقت كيف يستخدم هذا الذكاء الموجود عنده يعني يستثمره بشكل صح ويسعى لتطويره اكثر. طيب اليوم نصائح انت بتحبي توجهيها يمكن لكل الامهات وخصوصا يلي عم تبدا مع اطفالها، حضرتك قلتي انه من عمر صغير نحن بنقدر نبلش حتى يمكن اول ما يدخلوا، قبل ما يدخلوا الحضانات وغيرها، شو بتحبي النصائح اللي توجهيها كيفية أنا استشعر شو عم يتعلم وكيف ساعده بهالمرحلة؟ أكيد بننصح الأهلي فوراً يعني ما يترددوا بوقت يسمعوا بشيء اسمه مهارات فكرية للطفل، يسجلوا ينموا هذا الشيء، لأنه بالنهاية الطفل ما بيعرف الشيء الإيجابي والسلبي لحياته. صحيح. أكيد فبده مين يشجعه، لازم يكون هذا الوعي عند الأهل لتحسن هاي المهارات عند الطفل، ليصير بيقدر يعني يستثمر وقته بشكل صح ويتعامل يعني بحياته. طيب عفراء، نحن بنعرف انه في كثير من الاهالي يمكن بيوقعوا باخطاء شائعه بتنميه مواهب ومهارات اطفال، وانه في اهالي بيضغطون
يعني خلينا نحكي عن هي الجزئيه. بتلاقي مثلا في اهالي بيسجلوهم باكثر من معهد، في اهالي طول الوقت عندهم شغل، طول الوقت عندهم لعب وتمرين، هي كمان بياثر على هي المهارات. يعني قديش مهم استثمرها بطريقه صح، وشو هي اكثر الاخطاء الشائعه اللي بيوقعوا فيها الاهالي في تنميه مهارات طفلهم؟ الأكثر الأهالي بتقلك إنه هدول المهارات ما بتساعد شيء، مثل الأطفال مثل قبل مثلاً كبرت وصارت بلا ما يكون عندها مهارات. لا، هي المهارات هلأ وخاصة نحن بجيل جديد يعني وكل شيء عم يتطور، فكل هي المهارات موجودة والمراكز كثيرة يعني ومدربين موجودين لحتى يطوروا هذا الشيء عند الطفل. فلا بنصح إنه دائماً يسجلوا فوراً يعني. طب الضغط على الطفل قد بيأثر؟ بيأثر يعني كثير، لأنه حيروح متردد ومو مبسوط أبداً، حينعكس على حياته يصير عنده ردة فعل تجاه أي مادة، أو حتى بالمادة الدراسية إذا كان بمدرسة يصير عنده ردة فعل تجاه المدرسة. طيب أنا كيف بكتشف شو في مواهب مثلاً عند طفلي بدي نميها، فبالتالي هذا الشيء بيساعده؟ لأنه اليوم نعرف أحياناً الطفل اللي بيكون متميز بشيء معين هذا الشيء بيساعده إذا أنا دعمته إنه هو كمان يشتغل على باقي المجالات. من طريقة لعبه بالبيت يعني تصرفاته، شو بيحب، في ميال أطفال ميالة للرسم، في أطفال ميالة للرياضيات بتلقط فورا مثلا، فنحن بنعرف إنه هو ميوله هون، ميوله موسيقى، ميوله رسم، فنحن يعني ننمي هذا الشيء، مو نتركه إنه والله كل الأطفال هيك، لا أكيد عنده شيء مميز يعني. صحيح. حتى عم يشتغل بهي الطريقة. طيب بما أنك مدربة حساب ذهني عفراء وبتواصل تام مع الأطفال، بتحسي هذا الجيل فعليا هو أذكى يعني من الجيل السابق وسابق صح. عمره شو اللي بيميز هيدا الجيل اليوم؟ يمكن لأنه كل شيء قدامه صار متاح، يعني كل شيء صار وعي على شيء، طلباته دائما مستجابة، الألعاب الإلكترونية الموجودة دائما، أنواع المعرفة توسعت عنده كمان أكيد مصادره، صار كل شيء، كل ما في كمان التقليد، يعني انه انا رفيقي سجل انا هذا عمل انا بدي اقلده مثلا، فهذا الشيء عم بيكون عنده، عم يصير من وراء هذا هي القصه يعني عم يصير عنده تطور، صار عم يصير عنده من جوا حافز انه يشتغل على هي الماده بحب اكثر، فبنلاقي هي النتيجه عند هذا الجيل. طيب كمان عفراء اليوم خلينا نحكي شوي عن الوسائل اللي موجوده بايدين الاهل، ان كان من الالعاب اللي صارت موجوده كثير هي الالعاب التعليميه وغيرها من الألعاب التحفيزية، كمان شو بتنصحي يكون استخدام هذا الشيء وبأي عمر؟ أكيد من عمر الأربع سنين، هلا لكل عمر طبعا، حتى بالسنة في لهم ألعاب يعني محددة، بس من ثلاث سنين، في ثلاث سنين أربع سنين كل حدا له ألعاب معينة بتساعده لحتى يتطور أكثر مرحلة وراء مرحلة. بالختام خلينا نعطي بعض النصائح لكل الأهالي اللي عم يتابعونا، قديش مهم اليوم دورهم في تنمية مهارات طفلهم وتطويرها بشكل مستمر. مثل ما حكينا يعني هي كثير مهم بهي الأيام الأطفال يكون عنده اطلاع على جميع المهارات، طبعا اكيد بمساعده الاهل، ولازم يعني دائما ما في كل ما سمعنا بفكره برنامج جديد نسعى انه نطور اطفالنا، لانه هن يعني مثل ما قلنا ما بيعرفوا مصلحتهم او الشيء المفيد لهم، هذا الشيء هذا الوعي لازم يكون هلا صار كثير كبير عنا. اكيد بالختام نشكرك لوجودك معنا وكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، شكرا لك. يعطيكم العافيه. شكرا لكم. مدربه الحساب الذهني عفراء صالح، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. مع عالم الطفولة العالم الأجمل اليوم سلمى تنتهي رحلتنا الصباحية لليوم، والتقانا بكرة بحلقة جديدة مع أهم محطات رحلتنا الصباحية. يا رب هنهار مثل ما تمنينا ببداية رحلتنا. بالختام أكيد يحملكم الخير والفرح والرزق الكتير والانفراج يا رب لكل الناس. أكيد نور. وبالختام نشكر كل اللي تابعونا، ومثل العادة بنقول أنه رح تنزل مقتطفات من الحلقة على صفحة الإخبارية السورية، أكيد تابعونا لأي شيء جديد بتحبوا يكون ضمن صباحاتنا، راسلونا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. لا تنسوا مثل ما بلشنا اليوم حديثنا بدأ المرتفع الجوي فينا وسائل بسيطة، أهم شيء الترطيب وشرب المي والابتعاد عن الشمس بذروة وقت الحرارة. تضلوا بألف خير. باي باي.